الاهلي يضرب ارقام قياسيه بالجمله ومكاسب كبرى للمارد الاحمر بعد الفوز على جورماهيا في كينيا في ذهاب دور التمهيدي الثاني في دوري ابطال افريقيا. اهلا بكم مشاهدي الوطن لايف في كل مكان، بث مباشر جديد. النادي الاهلي بيفوز على جورماهيا في قلب كينيا 3-0، نتيجة كبيرة جدا جدا بحقيقة الفارس الأحمر، فوز مهم خارج أرضه في ماتش الذهاب، وماتش العودة يوم السبت اللي جاي في استاد القاهرة، تبقى مباراة كده احتفالية للنادي الأهلي وجماهيره في بداية الموسم الجديد، أول مباريات الأهلي في الموسم الجديد خارج أرضه، فوز بثلاثية نظيفة، ولسه إن شاء الله كمان أول بقى مباراة الأهلي في الموسم الجديد على أرضه وسط جماهيره في استضافة أو هيستضيف طبعا جورماهيا الكيني في القاهرة. أرقام قياسية كبيرة جدا جدا بحقيقة النادي الأهلي مع مارسيل كولر. يا جماعة الناس اللي عاشت أيام مانويل جوزيه عاشت أرقام قياسية وفترة وحقبة تاريخية وجيل ذهبي للنادي الأهلي. عايز أقول للناس اللي عاشت الفترة دي حظهم كويس إن هم بيكرروها مرة تانية، ولكن مع مارسيل كولر مع الجيل الحالي للنادي الأهلي. أما جيل الصغيرين والشباب لسه أول مرة بيعيشوا فترة الأرقام القياسية وجيل ذهبي جديد للنادي الأهلي، وأقول لهم إن الأمجاد اللي بتحصل دي شبيهة بشكل كبير جدا جدا للي عاشها الناس أيام جيل الذهبي للنادي الأهلي من 2005 2013. ولكن بما إني يعني الحمد لله شاهد العصر في الجيلين، لا يا جماعة الجيل الحالي بيعمل أرقام محترمة جدا جدا جدا، وبدأ يضرب الأرقام القياسية الخاصة بجيل الذهبي للنادي الأهلي من 2005 ل 2013. يكفي ان نقول ان الفريق الحالي او الجيل الحالي بيلعب في كاس العالم للانديه 5 سنين ورا بعض، وده ما حصلش قبل كده لاي فرقه في العالم، مش هقول النادي الاهلي فقط، ولا فريق في العالم لعب 5 كاس عالم للانديه ورا بعض. لكن خلينا في الفوز بتاع النادي الاهلي 3-0 على جورماهيا الكيني رغم ظروف المباراه. حكم المباراه المرشوسي ما جاش، احمد امتياز وهو المساعد الاول بتاعه، فالكاف اضطر ان الحكم الرابع هو اللي يقود اللقاء، والحكم اللي ادار ماتش الزمالك مع شرطه الكيني جه وتولى مسؤوليه الحكم الرابع في ماتش الاهلي مع فريق جورماهيا الكيني. ده اول حاجه في المباراه. كمان اللعب الساعه 3 العصر في عز الحراره الشديده والرطوبه وارتفاع كيني عن مستوى سطح البحر، يعني ممكن ياثر على مستوى النفس عند اللاعبين، لكن الاهلي بدا بقوه وضرب بقوه. رامي ربيعه المدافع الهداف، ما شاء الله ربيعه بيتالق مع منتخب مصر مع النادي الاهلي وبيسجل اهداف كتيره ما شاء الله خلال الفتره الاخيره. بيرس تاو المتالق اللي كان ليه دور في الجون الاولاني بوانتو مع حسين الشحات قبل عوده الشحات، والكره طلعت من حارس المرمى وربيعه سجل. بيرس تاو سجل هدف تاني بعد ضغط نموذجي من امام عاشور على مدافع جورماهيا عشان يروح بيرس تاو ياخد الكره يرقص الحارس ويدخل الجون التاني. كمان بيرس تاو مره تانيه كلاكيت تاني مره لبيرس تاو بيسجل الهدف التاني ليه والتالت للنادي الاهلي بعد ما تابع كوره كانت راحت لبسام ابو علي بيرقص تدخل عنيف من مدافع جورماهيا لكن تروح لبيرس تاو اللي ما رحمش شباك الكينيه وسجل الهدف التالت. واضح ان بيرس تاو في اخر مواسمه مع النادي الاهلي ناوي يقدم موسم كبير جدا جدا جدا، وكان واضح الاصرار والعزيمه على بيرس تاو من اول تصريحاته انه مش هيمشي من النادي الاهلي ومكمل وهو مبسوط في مصر وعاوز يكمل مع النادي الاهلي في هذا الموسم. كمان اللي بيتفرج على التدريبات او صور التدريبات هيشوف العزيمه والاصرار على واجه بيرس تاو واللي كملوا بتسجيل هدفين في هذه المباراه. تعالوا نروح للارقام القياسيه اللي طلبها النادي الاهلي. 23 فوز على 23 مباراه على التوالي بدون تلقي اي هزيمه. رقم قياسي جديد بيضرب بيه الاهلي رقم قياسي. كان قبل كده زمان ايام الجيل الذهبي لما قلت لكم من شويه مانويل جوزيه عمل 19 مباراه بدون هزيمه. جه الترجي التونسي وضرب الرقم ده وعمل 20، لكن مارسيل كولر في قلب تونس في الموسم اللي فات في نهائي دوري ابطال افريقيا لما تعادل هناك في تونس كان المباراه رقم 21 للنادي الاهلي بدون هزيمه عشان الاهلي يضرب رقم الترجي امام الترجي وفي قلب تونس، وجه في القاهره اكد الرقم ده بالفوز 1-0 المباراه النهائيه عشان يبقى 22 مباراه بدون هزيمه، ويجي النهارده مع جورماهيا في كينيا يفوز في هذا اللقاء يبقى 23 مباراه بدون هزيمه ويعزز الاهلي رقم قياسي 23 مباراه متتاليه في دوري ابطال افريقيا بدون هزيمه، 16 فوز وسبع تعادلات. اخر هزيمه كانت امتى؟ لو حد يفتكر معايا الهزيمه من سان داونز 5-2 الهزيمه الكبيره اللي نالها الاهلي مع مارسيل كولر، وبعدها انتقم كولر شر الانتقام من القاره باكملها بعد خماسيه سان داونز في جنوب افريقيا، اكل الاخضر واليابس ب 16 فوز وسبع تعادلات ولقبين لدوري ابطال افريقيا، وبيضع قدمه كمان في دور المجموعات للسنه الثالثه على التوالي بحثا عن اللقب ال 13 في تاريخ النادي الاهلي. يبقى ده اول رقم قياسي. تاني رقم قياسي 11 مباراه على التوالي بدون تلقي اي هدف.
شباك نظيفة للنادي الأهلي لمدة 990 دقيقة، رقم محترم، رقم خيالي بحال النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، شفناها من السنة اللي فاتت من ماتش شباب بلوزداد، وكل الماتشات النادي الأهلي ما شاء الله في دور المجموعات من شباب بلوزداد لحد الفاينل لم تتلقى شباكه أي هدف، وكملها في ماتش جورماهيا ب 3-0، يمكن جورماهيا سجل هدف ولكن ألغي بداع التسلل. خلال هذه الفترة تألق مصطفى شوبير في حمايه الاهلي ومرمى الاهلي يمكن في 9 ماتشات من 11 ماتش، وشناوي كان بدا السلسله دي هو اللي ختمها في ماتش جورماهيا 990 دقيقه للنادي الاهلي بدون تلقي اهداف، واتمنى ان شاء الله الرقم ده يزيد خلال الفتره اللي جايه، فرقم قياسي جديد للنادي الاهلي ورقم محترم جدا جدا، مش بس انك تتجنب الهزيمه ويبقى 23 مباراه 16 فوز و7 تعادلات، لا كمان لا تتلقى شباك اي اهداف، فده بدليل ان عندك قوه هجوميه كبيره ما شاء الله وقوه دفاعيه تقدر طبعا، وما دام الفرقه لم تستقبل اهداف يبقى على الاقل لن تهزم او لن تتعرض للهزيمه وتفكر بعد كده في ان انت تحقق الفوز. الرقم الثالث ان اول فريق مصري يفوز على جورماهيا في قلب كينيا هو النادي الاهلي. كان الاهلي قبل كده حقق كذا فوز على فرق كينيا في كينيا، ولكن جورماهيا تحديدا كان هو واحد من اعتى واقوى الفرق في تاريخ كينيا. جورماهيا ما كانش بيخسر من فرقه مصريه في نيروبي او في كينيا عشان يجي النادي الاهلي ويضرب الرقم ده، يبقى اول فريق مصري يفوز على جورماهيا في قلب كينيا، وبالثلاثه 3-0 للنادي الاهلي، فوز مهم جدا جدا في بدايه مشوار الموسم الجديد للقلعه الحمراء. كلنا عارفين الاهلي هيلعب جورماهيا ماتشين رايح جاي، وبعدها اللقاء الكبير سوبر القرن، الناس اللي مستنيه كتير ملايين منتظرين هذا اللقاء، الاهلي والزمالك 27 سبتمبر يوم الجمعه ان شاء الله في الرياض في المملكه العربيه السعوديه، مباراه السوبر الافريقي بين الكبيرين الاهلي والزمالك. بمناسبه الزمالك في لقطات كده طلعت لجوزيه جوميز وكابتن طبعا ومساعديه في جهاز الفني الزمالك، كانوا موجودين في ملعب المباراه بيتابعوا لقاء النادي الاهلي، ممكن ده يعني اللي حصل اللقطه دي ترد على كلام جوزيه جوميز امبارح ان هو مش مهتم بماتش الاهلي وانه مركز في ماتش شوتا كيني، بس الكلام ده اكيد غير صحيح. وبالمناسبه لا جوميز بيفكر بس في الشرطه وسايب ماتش القمه، ولا كولر، الاثنين اكيد دماغهم مشغوله بمباراه القمه السوبر الافريقي لانها مباراه مش عادية، مباراة على بطولة وليها مكاسب مالية كبيرة ومكاسب فنية ومعنوية أكبر من المكاسب المالية. جوزيه جوميز مع جهازه المعاون حضر اللقاء، كما كنت موجود كمان مع كابتن أحمد مجدي المساعد بتاعه في جهاز نادي الزمالك أو فريق نادي الزمالك، كانوا متواجدين في المدرجات، واضح إن هم كانوا بيتابعوا ويحللوا أداء النادي الأهلي عشان يشوف الأهلي بيلعب إزاي ويفكر ازاي يقدر يوقف مفاتيح لعب النادي الاهلي. معرفش كولر كان يعرف ولا لا، اكيد هنعرف خلال الفتره الجايه كولر هيعرف ولا لا، لكن في كل الاحوال مفيش حاجه بتستخبى، والمباراه كانت مذاعه تلفزيونيا وتقدر تشوف تسجيل المباراه، لكن برضو انك تتفرج من قلب الملعب له بعد اخر وليه طبعا ستايل اخر. وطبعا حد يقول لي طب يمكن الاهلي اتفرج امبارح، لا الاهلي امبارح كان في وقت مباراه الزمالك كان عنده التدريب الرئيسي او التدريب الاساسي لمباراه الجورماهيا، فيمكن كولر ما كانش متواجد، ربما يكون بعض حد من الجهاز ما حدش خد باله امبارح الاهلي شاف ماتش الزمالك ولا لا من قلب الملعب، لكن في كل الاحوال ما فيش فرقه هتخبي على فرقه حاجه، الاوراق كلها مكشوفه، ولكن ورقه الصفقات الجديده هي اللي هتفرق بشكل كبير خاصه مع نادي الزمالك، لان الخمس صفقات اللي جابهم مأيدهم في مباراه السوبر ويقدروا يخشوا في افريقيا في الكونفدراليه، ولكن بدءا من دور المجموعات. الناحيه الثانيه النادي الاهلي يحيى عطيه الله شفناه بيلعب في هذه المباراه، وكمان اشرف داري موجود في القايمه، ويوسف ايمن كان موجود في البدلاء، فالثلاثه دول عندهم قدره يلعبوا ماتش جورماهيا، الوحيد اللي مش هيبقى موجود في ماتشين جورماهيا عمر الساعي، ولكنه متاح لمباراه السوبر الافريقي في حال طبعا ان مارسيل كولر عاوز يضمه لقائمه هذه المباراه اللي هيكون فيها 20 لاعب. مكاسب كثيره جدا جدا النادي الاهلي، يبدا الموسم بفوز معنوي وفني مهم جدا جدا، يبدا يخلي اللعيبه تخش كده وتاخد تكتسب لياقه فنيه ولياقه بدنيه خلال الفتره اللي جايه، بدءا من ماتش جورماهيا في كينيا في مباراه كانت صعبه تقام على مستوى عالي ومستوى سطح البحر، فاكيد الاكسجين قليل شويه الساعه 3 العصر، فكل دي عوامل صعبه، ولكن كولر استفاد من هذا اللقاء ودافع بخمس تبديلات، يعني استعمل 16 لاعب في هذه المباراه. كمان يحيى عطيه الله لاعب مغربي بيأدي اول مباراه بشكل جيد جدا مع النادي الاهلي في مركز الظهير الايسر، وتغير في الدقائق الاخيره ونزل مكانه عمر كمال، طاهر محمد طاهر نزل بديلا لحسين الشحات مركز الجناح الشمال، كمان احمد ندي قفشه نزل مكان امام عاشور في وسط الملعب، ونزل كمان كهربا بدلا من وسام ابو علي في مركز المهاجم، وكمان شارك احمد نبيل كوكا مكان اللاعب مروان عطيه. فالنادي الاهلي لعب ب 16 لاعب في هذه المباراه، ودي واحده من المكاسب انك تدي فرصه لعيبه كتير في ماتش رسمي، فاللعيبه تبدا تستعيد لياقتها الفنيه اللي هي مهمه جدا جدا ولا تقل اهميه عن اللياقه البدنيه.
بخلاف طبعا زمان يحيى حسام طلاب في مركز الباك الشمال، واضح جدا ان هو عنده رفعات مميزه سواء من الثبات او من الحركه في الكره الثابته او في الكره المتحركه من الجبهه اليسرى. وصل امام عاشور بالشغل اللي بيعمله مع حسين الشحات في الجبهه الشمال، والتحرك بحريه كمان وازعاج دفاع الفريق المنافس. بيرسي تاو واحد من اهم المكاسب في هذه المباراه بادائه الكبير جدا جدا، ولو في جائزه رجل المباراه او لو نختار رجل المباراه اعتقد بيرسي تاو هياخد هذه الجائزه بشكل كبير جدا جدا. واحد برده من المكاسب ان النادي الاهلي يفوز بثلاثيه، يعني سجل ثلاث اهداف ومكسب ثاني انه ما تلقاش اي هدف، ده برده واحد من المكاسب الكبيره انك تكون فعال على المستوى الهجومي وفي نفس الوقت تكون فعال على المستوى الدفاعي ولا تستقبل اهداف. كل هذه مكاسب للنادي الاهلي. قلنا لكم ايه في فوز الاهلي على جورماهيا 3-0 في كينيا، ايه ابرز المكاسب او ابرز مكسب شايفينه حول النادي الاهلي من هذه المباراه والارقام القياسيه؟ 23 مباراه بدون هزيمه في دوري ابطال افريقيا، رقم ينفرد به النادي الاهلي. 990 دقيقه بدون تلقي اي هدف في دوري ابطال افريقيا، رقم مميز جدا للنادي الاهلي. والاهلي اول فريق مصري يفوز على جورماهيا في قلب كينيا في نيروبي. ايه اكتر رقم قياسي شايفينه مهم حول النادي الاهلي او كان اصعب على النادي الاهلي محاوله في هذه الفتره؟ وكمان قلنا توقعاتكم ايه لمباراه السوبر بين الاهلي والزمالك يوم سوبر القرن يوم 27 سبتمبر الجاري ان شاء الله. بكده وصلنا لنهايه البث المباشر ونشاطنا الرياضيه، انتظرونا في بث مباشر جديد عبر الوطن لايف خلال الساعات الجايه عبر صفحه الوطن سبورت. كان معاكم عثمان ابراهيم، شكرا لحسن المتابعه.